اهلا وسهلا بكم في اولى حلقات اسرار بوم. في عصر بوم هنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالرياضه بشكل عام، بالذات تنس الطاوله. خلونا نبدا بسم الله. اول موضوع هتكلم عنه النهارده هو المضرب. اختيار المضرب يا شباب مهم جدا، لان هو ده اللي بيحدد الطريقه اللي هيلعب بيها اللاعب. كمان في دراسة عملوها في الصين اكتشفوا ان المضرب واختياره الجيد بيقللوا بنسبة 50% من الاصابات اللي بتعرض ليها اللاعبين، بالذات من سن 9 سنين لسن 22 سنة. هنتكلم النهاردة عن اهم سؤالين متعلقين بالمضرب. هل كل مضرب يصلح يلعب به كل لاعب؟ والسؤال الثاني، ايه الفرق بين المضرب والتاني؟ خلينا نتفق ان مفيش مضرب واحد يصلح ان كل لاعب يلعب بيه، وفي فروق بين كل مضرب ومضرب. خلينا نبتدي اولا بالجلد. خلينا نقسم الجلد ببساطة لجلد ناشف وجلد طري. الفرق بين الجلد الناشفة والجلد الطرية هو المسافة بين الحبوب على الجلد. كل لما المسافة بين الحبوب كبرت كل ما الجلد بقت طرية اكتر، والعكس صحيح، كل ما المسافة بين الحبوب قلت كل ما الجلدة بقت ناشفة أكتر. نوصل مع بعض لتاني نقطة وهي الخشب. إيه الفرق بين خشبة والتانية؟ خلونا أولا نقسم الخشب إلى خشب سريع وخشب بطيء. الفرق بين الخشبة السريعة والخشبة البطيئة هو المكان اللي جاية منه الخشب. الشركة المصنعة للخشب بيبقى عندها لوح كبير من الخشب. الخشبة السريعة بتكون جاية من قلب اللوح وبتكون خشبة ناشفة، وكل ما الخشبة راحت أكتر ناحية طرف لوح الخشب بتكون الخشبة ناعمة وكمان بتكون بطيئة. وهنا بنوصل لبعض العوامل المساعدة زي الكربون والأريليت كربون. استنوني في الفيديو الجاي عشان هنتكلم على كل مضرب مناسب لكل مرحلة بيمر بيها اللاعب في حياته، والفيديو الجاي هيكون معانا هدايا كتير. استنونا ان شاء الله في عصر بوم.